أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا yafqahu aqwalana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan dan ruang lagi pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam sesi bacaan majlis bacaan Yasin. Tahlil serta doa selamat mingguan kita insyaAllah. Pastinya sahabat-sahabat sekalian baru tamat melaksanakan solat tarawih insyaAllah. Moga-moga sahabat-sahabat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, apa khabar semua? Moga sihat sejahtera. Macam mana puasa kita? InsyaAllah, moga-moga Allah terima kita doa. Kita berdoa supaya Allah menerima puasa kita insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah kita teruskan seperti biasa bacaan surah Yasin kita. InsyaAllah kita mulakan dengan surah Yasin, kemudian tahlil serta doa selamat insyaAllah seperti biasalah. Boleh sama-sama ikut Ustaz perlahan-lahan bacaan insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menamatkan bacaan surah Yasin. Moga-moga Allah memberikan keberkatan serta menerima bacaan kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak teruskan dengan bacaan tahlil insyaAllah. Saya nak bacakan dulu nama-nama telah diberikan kepada Ustaz. Okay, baik, insyaAllah. Yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam daripada Kak Noraini, biasa. Ini adalah bacaan Yasin doa untuk Allahyarham ulama berikut. Yang pertama, Allahyarham Asyafiyah binti Hashim ibu, Allahyarham Wahab bin Deli ayah, Allahyarham Jamil bin Wahab abang, Allahyarham Fazilah binti Wahab kakak, Allahyarham Saripah binti Ali nenek, Allahyarham Hashim bin Naim datuk, Allahyarham Zabidah binti Haji Mana nenek, Allahyarham Deli bin Jumlah datuk, Allahyarham Jamilah binti Ali nenek saudara, 10 Allahyarham Majid bin Umur datuk saudara dan seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup juga yang telah meninggal dunia. Terima kasih. Baik, seterusnya daripada Kak Puan Adizah Tun. Assalamualaikum salam. Saya nak baca yasin untuk Allahyarham berikut. Taibah binti Naim ibu Osman bin Kasim ayah mertua, Hamidah binti Matludin ibu mertua, Matludin ibu mertua, Halimah binti Kulub Yunus nenek, Lebar binti Mat nenek, Sa'ari bin Ali bapa saudara serta Aini binti Hussein. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa. Alhamdulillah. InsyaAllah. So ni pada Kak Roziah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, akan baca yasin dan tahlil untuk Allahyarham ulama berikut. Abdullah Sani bin Omar Baki, Rakiah binti Omar Baki, Rohani binti Abdullah Sani, Rosnah binti Abdullah Sani, Roslan bin Abdullah Sani, Muhammad Rasul bin Saleh, Saleh bin Muhammad, Fatimah binti Wahid, Kantan bin Jalil, Faridah binti Kantan, Nur Azila binti Kantan, Julia binti Ahmad, Muhammad Kasim bin Ahmad, Syarif bin Ahmad, Saidin bin Ahmad, Rahmah binti Abbas, Arifin bin Ali, Johar Ali bin Omar Baki, Johariah binti Johar Ali, Syahira binti Jamil. Terima kasih. Seterusnya daripada Encik Rizal Izwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan baca yasin untuk Allahyarham berikut. Yang pertama, Aziz dari Saudara Aziz bin Lembang, Ibrahim bin Abdullah, Sarah Khadijah binti Khairuddin Adnan, Muhammad bin Kasim, Cik Asna, Cik Mat, Ainun Cik, Cik Mas, Cik Mat, Kalsum binti Ahmad, Abu Bakar bin Sa'id, Lembang bin Datuk Kampar, Maimunah binti Khatib Husin, Mama Hani bin Yaakob, Sulaiman bin Din, Tuminah binti Kasan, Nur Hazriq bin Awfal bin Abdullah, Tengku Omar Husin bin Tengku Abdul Jalil, Nur Ahmad Kamal, Elis Ahmad Nizam bin Ahmad Tajuddin, Siti Sarah binti Ishaq, Hasnurul Mastura binti Ti Asna, Hishamuddin bin Ahmad, Zulkifli bin Abdul Qadir, Seterzani binti Adnan. Terima kasih banyak-banyak Cik Rizal Izwan. InsyaAllah. Seterusnya daripada Kak Tengku Muniyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca yasin tadi untuk arwah-arwah berikut. Tengku Ibrahim bin Tengku Muhammad, Yah binti Omar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim, Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, Ni Ahmad Naqiyuddin bin Ishamuddin, Tengku Waridi Tengku Ibrahim, doa selamat untuk semua family terutama yang kurang sihat. Tengku Yasimah binti Yah, Ishamuddin bin Bensu, Muhammad Syari bin Wan Maryam, Tengku Muhammad Amrullah bin Muhaini, Tengku Nurul Huda binti Muhaini, Tengku Asalmawati binti Siyah, Ni Muhammad Hafiz bin Tengku Yasimah, Ashirah binti Aisyah, Tengku Muhammad Luqman bin Muhaini, Tengku Muhammad Halim bin Tengku Yasimah, serta Tengku Munyati binti Yah. InsyaAllah. Saya balik Kak Salina Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak baca nasib untuk Alhamdulillah Abah Mansur bin Haji As-Salih, secara adik Effendi bin Mansur. InsyaAllah. Terima kasih Kak Salina.
daripada Puan Nur Nadia. Assalamualaikum. Saya nak baca yasin untuk Arham Nafsah binti Rahmat Ahmad bin Sujan serta Abdul Rahman bin Yusuf. Terima kasih. Seterusnya daripada Kak Mariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baca yasin tahlilul rabbil arwah. Ibu Haji Jawahir Haji Amin, ayah Haji Ahmad bin Kasim, kakak Zaitun Ahmad, abang Zulkarnain Ahmad, abang Yusran Ahmad, abang Idris Ahmad, abang ipar Haji Ayuzul Hasan, Haji Yusuf, anak saudara Muhammad Fidus bin Idris serta sahabat Fazliyat Husain. Terima kasih. Sama. Soalnya pada Encik Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niatkan bacaan yasin untuk Allah Rahman Allah berikut. Haji Saudah binti Yunus, emak Haji Abdul Aziz bin Surin, ayah Haji Alias bin Judo, bapa mertua Cik Basah binti Mama Taha, ibu mertua Cik Azizan bin Alias, abang ipar Nurul Islam kawan serta Khairul Anwar bin Ali kawan. Baik. Baik, itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah juga nama-nama tak disebutkan. Semoga Allah juga merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan tahlil. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصابة والقربة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدوجة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله حي بقى، لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي مقصود، لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah sama-sama berdoa supaya Allah berikan keberkatan dan rahmatan kepada kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tubalighuna biha aqsa al-ghayat min jamil khayrat fil hayati wa ba'da al-mamat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تريث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وصلنا تقبل ثواب قرآن من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وصلينا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تريث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما كناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الارض الى مغاربها اللهم جعلنا في صحيفنا وصحيف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم هم الجميع برحمة ورضوان وإدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم قلهم من ضيق القمر واللقود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah menamatkan bacaan surah Yasin, tahlil serta doa selamat. Alhamdulillah. Moga-moga Allah menerima bacaan kita, menerima doa kita, menerima semua apa yang kita laksanakan, puasa kita, ibadah kita dan sebagainya. Dan Allah berkati kehidupan kita insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang silap daripada ustaz sendiri insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada hari waktu yang sama, selamat berehat pada malam ni, selamat sahur esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.